باشا. أمري. كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة ضروري. فوت عليها بكرة أدي. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكرة. حرام عليك. شتتني وتقتلي دماغي. اللي في بطني. تقول لك بطنك. جوزك اللي ضربك بالنار. سامعني؟ مين اللي عمل فيك كده؟ بعد اذنك لو سمحت، ده مش وقت تحقيق، اتفضل. الله حصل يا دكتور. البقاء لله. يا ابراهيم يا عادل! جهزوا وقت عملات كتير! ولا بقى سيدنا محمد بسرعه. غرفة عمليات ليه ماتت ولا ما ماتتش؟ بسرعه.